صلاة وسلام عليك يا إمام المجاهدين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مشوير يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باشض يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بشير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقير يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محشي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا شمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظاهر يا باطن يا ولي يا متعالي يا بار يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا مقشيث يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا وارث يا رشيد يا شبور يا الله يا الله.